كم مرة حسيت انك بتقع او بتسقط اثناء النوم؟ وكم مرة جالك رعشة او نفضة في جسمك وكأنك بتموت ورجعت للحياة تاني؟ هنتكلم عن السقوط اثناء النوم ولكن بشكل تاني خالص. من منظور الديانات والمعتقدات المختلفة ان الانسان لما بيدخل في مرحلة النوم الروح بتطلع من الجسد وبتنتقل للسماوات الاعلى، وخلال الرحلة دي الروح بتشوف تفاصيل وبتقابل اشخاص وبتشوف اماكن غريبة جدا، واللي في الاخر بنشوفها في شكل احلام او في شكل رؤية. وفي اخر الفيديو هنتكلم كمان عن الرأي العلمي في القصة دي، لكن خلينا نبدأ بالمعتقدات الدينية او التفسيرات اللي ليها علاقة بنقاء الروح. اول ما الانسان بيدخل في النوم الروح بتطلع للسماوات الاعلى، وخلال الرحلة دي الروح بتقابل ناس كتير جدا واحداث كتير جدا واماكن كتير جدا، والاحداث دي اللي بتحصل قدام الروح او الاشخاص اللي الروح دي بتقابلها ده بيطلق عليه الغيبيات. ان الروح لما بتصعد للسماء بتقدر تشوف حاجات الانسان العادي اللي موجود على الارض ما بيقدرش يشوفها. وهنا هنفرق بين نوعين من البشر، نوع عندهم نقاء عالي جدا وطاقة عالية جدا، ونوع عندهم النقاء ده اقل والطاقة دي اقل بكتير. اللي عندهم نقاء عالي وطاقة عالية جدا بيشوفوا الاتي، ان هم بعد ما بترجع الروح للجسد وبيستيقظوا من النوم بيبدأوا يحكوا او يتكلموا عن الحلم او الرؤية اللي شافوها، واللي هي غالبا بتكون اقرب للواقع. فهتلاقيهم قابلوا ناس عارفينهم فعلا في الحياة، وهتلاقيهم شافوا اماكن هم عارفينها كويس، وكمان هيسمعوا موضوعات او يشوفوا احداث يا اما حصلت يا اما هتحصل. وهنا بيطلق على الانسان ده ان عنده نقاء عالي جدا، وان عنده نوع من انواع الكرامات، ان بيقدر من خلال رحلة الروح في السماء يشوف حاجات كتير جدا على ارض الواقع، يا حصلت يا هتحصل. النوع التاني من البشر اللي هو نقاء اقل او طاقته اقل، بعد ما الروح بتنزل للجسد وبتحصل مرحلة الاستيقاظ بيكون تقريبا ناسي معظم التفاصيل، ومش قادر يحدد شكل الحلم اللي شافه ايه بالظبط ولا الاشخاص اللي قابلهم. وعشان كده كتير ممكن تسمع من ناس ان هم قابلوا ناس ما يعرفهمش وشافوا اماكن غريبة ما شافوهاش قبل كده، وكمان ممكن يشوفوا احداث حصلت قدامهم هم اصلا مش فاهمينها ومش عارفين الاحداث دي حصلت ليه. ده غير كمان ان ممكن يشوف حاجات مش منطقية خالص وحتى ملهاش اي تفسير عند الناس المتخصصة فيما يسمى بتفسير الاحلام. النوم بشكل مبسط في كتير من الديانات يطلق عليه الموتى الصغرى. طب احساس الرعشة او النفضة اللي بيجيلنا كتير واحنا على السرير او بنستعد للنوم وتحس في لحظة انك هتموت وبترجع للحياة تاني، الرعشة او النفضة دي زي ما ليها تفسير عند المعتقدات الدينية المختلفة، هي كمان ليها تفسير ومهم جدا عند العلماء. علميا بيطلق على الظاهرة دي تشنج العضلات، والظاهرة دي بتحصل للانسان في المرحلتين دول ما بين النوم واليقظة، ان الجسم بيكون مستعد تماما انه يدخل في النوم، وان اعضاء الجسم تكون بتتهيئ انها هتدخل في النوم، ويبدأ حالة خمول عام، وهي حالة لا ارادية والانسان ما يقدرش يتحكم فيها ابدا، وهي غالبا بتحصل للناس اللي عندهم ارهاق ذهني او بدني قوي جدا او بيعانوا من قلة النوم. وظاهرة تشنج العضلات دي بتبقى عبارة عن ان الجسم بيدخل في مرحلة استرخاء كامل، ان كل عضلات الجسم بتدخل في مرحلة الاسترخاء دي استعدادا للنوم، لكن المخ في اللحظة دي بيكون مش فاهم شوية الاوردرات اللي طلعت من الجسم، لان المخ بيفسر في الوقت ده ان في مشكلة في اعضاء جسم الانسان، فبيصدر المخ شحنة كهربائية قوية المقصود بيها انها تعيد الحياة للجسم مرة تانية. وعشان كده الانسان بيحس بالنفضة او بالرعشة القوية اللي غالبا بيكون مش فاهم ايه سببها. وفي الاخر اكيد رأي العلم هو الصح، لكن ما انكرش ان في بعض الناس عندها كرامات وقوة خاصة بتقدر فعلا من خلال الكرامة دي انها تشوف حاجات محدش غيرها بيعرف يشوفها. فكرة انتقال الروح اثناء النوم الى السماوات الاعلى انا شخصيا مقتنع بيها جدا وحاسس بوجودها جدا، وفي ناس كتير اكدت ان هم شافوا في احلامهم حاجات فعلا بتتحقق، وكمان شافوا اشخاص ممكن يكونوا غابوا عن الحياة لكنهم قابلوهم بنفس تفاصيلهم ونفس الصوت ونفس طريقة كلامه بالظبط، وبيكون بينصحوا او بيوجهوا لحاجة حصلت او هتحصل. سلام عليكم.